السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تضيف اي خط للريفت، فالريفت اسهل من الاوتوكاد لان هو على طول بيقرأ من الفونتات بتاعة الويندوز عادي، تمام. فلو في اي فونت انت عايز تضيفه، مجرد ان انت تعمله داونلود اهوت، مجرد ان انت تدوس عليه وتقول له انستول، خلاص هو الفونت كده اوتوماتيك نزل في الويندوز. فاول ما تفتح الريفت يظهر معاك، او تاخده كوبي وتفكه في السي ويندوز فونتس، في السي ويندوز فونتس، وتقول له اوكي. خلاص هو هيروح الملف اوتوماتيك على هناك، والريفت كده كده بيقرا الفونتات من الويندوز لان هو بيقرا التي تي اف، عكس الاوتوكاد بيقرا الفونتات خاصة بيه.